المهم المتابعين ديالنا اللي تكون هذا اللايف هذا اللي راكم شفتوا العنوان ديالو، عنوان على المحسنه، مكالمه اللي دارت بيني وبينها، المكالمه اللي دارت بيني وبين المحسنه. عيطت لي المحسنه داك النهار، ومن عيطت لي المحسنه انا قلت لها راني صايده اختي سمحي لي واحد شويه نهضر معاك. تلاهيت الله يكون في العوان، ماشي زعما قصدت ما نهضرش معاها، انا القصد ديالي شريف، ولاني تلاهيت والله يكون في العوان، راسي عامر ضغوطات عليا، شحال من وحده كنقول لها انا نولي نعيط لك ما كنعيط لهاش، وما كتبش وهضرنا. المهم ديك الساعات ديك اللحظه اللي قلت انا نعيط لك، هي دوزت واحد شويه وصيفطات لي واحد الاوديو ديك الليله، حيت بقات كتسناني، ملي ما عيطت لهاش هي صيفطات لي اوديو. بارطاجونا خوتي اللايف، ديرونا لي لايك، دابا معنا 936 واحد، زيدوا بارطاجونا اللايف، كنت محتاج البارطاج ديالكم، وقولوا لي واش كتسمعوني؟ كتسمعوني ولا لا؟ المهم صيفطت لي اوديو، اوديو في الحقيقه اش غنقول لكم، اوديو كتعبر فيه على انها زعما نيتها حسنه، وانها داكشي اللي كيتقال فيها مغلوط، وهي ماشي نيتها هكا. واش غنقول لكم، كنشكرها على داك الكلام وعلى داك الاوديو اللي صيفطاتو، ولكن راه خرجت بواحد الهضره اللي قالتها على البنات، قالت لك ما مربينش هذا شي كلام عاد قالته مؤخر، قالت البنات ما مربينش. انا غادي نجاوبها على الكلام اللي قالت على هضرتها على البنات اللي قالت ما مربينش، قالت البنات ما مربينش. في الحقيقه عندها الحق، ما مربينش ما مربينش، ولكن ماشي انا نتيجه التربيه، ماشي انا هي السبب ديال داك التربيه. انا كنت كنجيب، انا كنت كنمشي نجيب الخبز لداك البنات ما ياكلوا، كنت كنجيب لهم باش يلبسوا، كنت كنجيب لهم باش يعيشوا، باش نشيل لهم الدواء باش نتهلا فيهم، داكشي اللي قديت عليه والحمد لله درت اكثر من جدي اللهم لك الحمد. ولكن ديك التربيه كان كيربيهم واحد اخر اللي كان عندي في الدار، اللي كيربيهم على شي على على العقوق، كان كيحرضهم ضدي انا، كان ديك الساعات كيزرع فيهم، كيزرع فيهم هاد السم اتجاه امهم، كيزرع فيهم الحق اتجاه امهم باش يكبروا حقودين على امهم. ونجح في القضيه هادي، نجح، حيت انا كنت كنخرج، كنخرج نضرب الكرفي من دار لدار، ضرب تماره نجيبها من سنة للكلب حاشاكم، بالطريقه زوينه وبالحلال، ماشي طريقه خايبه، لا بطريقه ديال الحلال، ونحني ونحني هكا بالرتبه ديالي، ونحني على الناس ونحني ليهم اللهم لك الحمد، وكنجيب ديك الرزيق وتنصرفو على وليداتي، وكنتهلا فيهم، ودرت ما في جهدي باش ندير لهم سكينه باش يكبروا، ما لقاوش منهم كدور ديور الكرا، ودرت ما في جهدي غير حلوا عويناتهم لقاو منهم عند الطوموبيل، وغير كبروا غير شي شويه تفرجوا هكا درت لهم الطوموبيل بقيت كندورو مساريهم، ودرت ما في جهدي غير بداو كيقراو في الروض درتهم في مدارس بريفي، انا النيه ديالي حسنه، درت ما في جهدي، درت ما في جهدي باش ديك الولاد نوصلهم، باش نقريهم، باش نتهلا فيهم، وانا اليد ديالهم اليمنى اية حاجة، حيت اي حاجة كانوا كيحتاجوها كيلقاوها في الدار، عمرهم ما تخصوا، عمرهم ما جاعوا، عمرني ما خليتهم يقولوا خصنا لا من الباس ولا من الماكلة ولا من اية حاجة، نخليها من راسي ونعطيهم هما. تصوروا عيوني بالمقطع لبستو، ها المتتبعين لبستو، كنلبس الحاجه ملي كتقطع لي كنمشي نخيطها ونلبسها، هما لا ملي كتقطع ما كنخيطها لا مش كنشري لهم جديد عاوتاني، وانا لا ملي كتقطع كنمشي نخيطها، وخرجوا كيعايروني بها، وعطاو المرت الاب ديالهم باش يعايروني، خرجت كتعايرني بالمقطع، بصح بصح لبستو، بصح لبستو. هاد الام لبست المقطع على ولادها، هاد الام وجهها سود على ولادها بالليل وبالنهار كتخدم، حتى انا ماشي مهنتي مضافه، غنمشي نخدم 4 سوايع ولا 6 ولا 8 سوايع وعادي نتخلص واحد الخلصه رسميه شهريه، لا انا رزقي على الله، نقدر نحني في عشيه، نقدر نحني حتى 10 الليل، نقدر نحني في 9 الصباح، نقدر نحني تعيط وحده تقول لها اختي انا مسافره بغيت نجي عندي تبع 7 الصباح نمشي عندها ونوض ونمشي عندها، ماشي مشكل، الحمد لله ختمت الحلال وراضيه بها اللهم لك الحمد، حيت هذيك الهوايه عطاها لي الله، وفضلني الله سبحانه وتعالى نكون موهوبه، عطاني الله شهره بها، ونحمد الله سبحانه وتعالى، ماشي شي حاجه خايبه. الناس كيضربوا بيا مثلا في مدينه فاس بالصنعه ديالي، ولكن انا ولادي ضربوا بيا مثلا في السخط، ضربوا بيا مثلا في السخط، انا كنضرب بيا مثلا في الخدمه ديالي وفي السمعه ديالي الطيبه، ولكن ولادي ولا كيضرب بيهم مثلا في السخط. وجه هاد الام طيبه اللي عطاهم الله، اللي رزقهم الله،
عطاهم ام شريفه، عطاهم ام خدمت عليهم، عطاهم ام سهرت عليهم. راه عندك الصحه اختي سعاد، ما مربينش ما مربينش، ولكن ماشي انا سبب التربيه، راه باهم سبب في التربيه، رباهم على الحق، على الغل، على الكره، وعلى التسمم. ليه هو ناعس في الليل؟ تصور اختي راه كنت كندخل في الجوج الليل، اخوتي كلكم دابا كنتو كتفرجوا فيا، وتا هي راه تسمع هذا اللايف هذا، كندخل جوج الليل وثلاثه الليل وربعه الليل ومازال حتى خمسه الصباح، كندخل كنلقى نعاس وشبعان نعاس، وتقلب على اربعه ديال المرات ولا خمسه من الجهه ولا الجهه ولا الجهه، طايب نعاس. انا اختكم كندخل كنطيح دوده، ما كنعرف راسي فين نعس، مع الساعه كنطيح بجلابتي نعس، مع الساعه كنت لابسه شي قطانه جيت مع شعر كنت لاحظ قطاني، وكنوض على الصباح خاص الزبده، خاص الكوفيتير، خاص الفرماج لوليداتي، خاص الزيت، خاص البوطه، خاص المصروف، انا هي اللي كنجيبو، كيجيبوش هو، خاص الدولمه، خاص المدرسه، خاص السوايع، خاص وخاص وخاص، والدار ديما مخصوصه، عمرها ما كتسالى من خاص. وكي سعاد وقلت عن قعدت الوتيرات حتى لمدى الحياه، هكذا قلت الله سبحانه وتعالى قدرني على هاد الاولاد حتى نكبرهم ووصلهم للاماني ديالهم، وداكشي اللي كنحلم به ليهم نحققو ليهم، حيت انا باغي لهم الخير. كنشوف شنو كنت كنولد ديك البنت كبيره، كنوليها شي حاجه اللي زوينه في حياتها، والصغيره كذلك، وخوتهم الصغار كنت كنقول مازال صغيرين مازال ما دايرش ما راسناش في راسي شنو غيكون، ولكن دايره الخير في راسي، دايره الخير في راسي، قلت عن نسد الكبار ويحل الله الصغار، ولكن دايره الخير في راسي، حتى هما راه كيما درت الكبار عن نتعامل معاهم راه نتعامل حتى مع الصغار، راه حتى واحد ما غادي ندوزو، راهم كلهم وليداتي لا الكبار ولا الصغار. انا ربيتهم تربيه حسنه، انا تهليت فيهم، انا ربيتهم على الاخلاق، ملي كنت معاهم ملي كنكون معاهم انا ربيتهم على الاخلاق، هما اللي ترباو على الشر والحق من الاطراف الاخرى. لا ما قديتش على هاد الناس، تكرفسوا عليا، ما قديتش عليهم، يا ربي جيب لي قد عليهم. الدعاء اللي دعيت لله مستجاب، استجب لله، وربي راه جاب لهم اللي قد عليهم. فهموني شكون، فهموا نتوما شكون هما، مازال مازال يا ما نشوف فيه، يا ما نشوف فيه شنو يدوز علينا هو، ولا تصلته كامله، تصلته كامله اللي دار الخو المسلم شي حاجه عاد دار له، اللي عاد الخو المسلم عاد يتعذب، واللي دمر شي حد كيتدمر، واللي الوشي نيه سيئه لشي حد. المهم دعوا اختكم سعاد، ربي يكون معاها، ربي ينصرها على القوم الظالمين، على القوم اللي ما حسوش بهاد الام، على القوم اللي عذبوا هاد الام. صوروا يا بنت السبعين كنعيش الموت دائما، وسعاد عندها الحق، وهاني وضحت ليها بزاف الحوايج وضحتهم ليها، ولا نسيت شي حاجه ولا تفكرت انا الليل نوضحها ليها، ولا بغا شي سؤال نجاوبو عليه. We'll be right back.